هذه الحلقة برعاية بابن تجيه الريح سدة واستريح خلك معانا وشوف قلاب الريح بابن تجيه الريح سدة واستريح خلك معانا وشوف قلاب الريح أزمة وصراع خلك معانا وشوف من فينا الملقوف ما يمرص الحيل بشي مصلحة معروف خلك معانا وشوف من فينا الملقوف ما يمرص الحيل بشي مصلحة معروف نركض ورا الشهرة كل انكشف سرة لكن ترى الواقع عايش حياة مرة نركض ورا الشهرة كل انكشف سرة لكن ترى الواقع عايش حياة مرة عيش الحياة بخير وادعو يا عم الخير ركز على شانك وترك شون الغير عيش الحياة بخير وادعو يا عم الخير ركز على شانك وترك شون الغير انت بتعدى حدودك ما هنتعدى حدودنا اهم شيء راحتك تباني ابرز انا في الربع الخالي ما واسع عنك السوق انت ما واسع عنك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابيع صح ابها مو جايب انه غير هبيع زين ما تنعب علي يا طالب معك كم مو خلاص لا خلاص ب 15 وضعها فرض ب 10 كان شراي ما انا ما شراي هذا بكم اخر خلاص ها؟ وخلاص بكم آخر؟ إن كان دفع أنت متجادل أنا باغ أبيع وباغ أشتل اليوم قبل باكر زين شراي أنت؟ شراي أنا زين قلت لك هذا بعشرة وذا بخمسطعش وزين أبوي باغ يبيع ويشرح عمون تاعك على الناس كذاك زين أبيع وشرى يا ما باغ تشرع الله يحفظك السوق واسع ما اللي أنا في السوق لين ما باهم صلح لمتى واحنا جالسين با 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 الاخوان في النهايه وفي سوق واحد والرازق الله وزبايني انا اخليهم يجوا هنا انت عندك اجود انواع التمور اللي فيه السكر المفروض ياكل من تمرك انت زين انا ما باغي الصلح انا عاجبني انسان عاجبني اهم شيء عندي عندي انا منين شوفني مبرد عندي بدي الله ارجوك دخيلك لا تزعق عشان الكسترول والقلب انا نباك احنا بخير المفروض احنا نسوي لك محميه انا جيك مكروه هديه متواضعه اتدعاني جالس اترزق اليوم قبل باكر يا اخي احسك انك متضايق ويبالك انك تضبط عمرك بقهوه يا صديقي وحبيبي العزيز عبد الله هذا عاد ما اردك فيها القهوه ها ما اردك مو عندي ما عندي شيء اطمن على شمدي ما عندي شيء تخفيضات تخفيضات اليوم كل شيء بريال كل شيء بريال الحق ما تلحق هيفوت كم الزين اليوم قرب 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 فول مش معقول قرب على السواوية قرب على الدغوس وايضا التمر الفرض الخلاص مع اعز الناس عبد الله حبيبي عبد الله اذا باغي اي حاجه فول حمص اي شيء شله ما باغي غير السلامه منك شكرا عفوا السلام عليكم ابوي وعليكم السلام اصبح انك تاخرت بد 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 مالك مو منطقه محظوره دي ما منطقه محظوره تعال قرب يا ساعدي تعال قرب باغي انك تروح البيت وتتعدل وتتهندم وتتعطر بنروح نرجع لك زوجتك البيت خلاص بنسوي الصبح
ويا صانع صنع لي طيارة. حبيبي شمقي، حبيبي شمقي. كأنهم الجماعة يجهزوا لي مكيدة، أشوف الأمر غير طبيعي. أقولش بنتي اتصل بترى الشايب عبيد ويقول عنده ضيوف وجاي معنا صوبنا، جهز القهوة وسوي الفوالة وأنا هنطبلش فين في المجلس. إن شاء الله بابا ولا يهمك. جزاك الله خير، ما حيدوا من عنده. يا أربح فضيمة عليكي، اليوم طالع قمر بعد شوية وين من الخلف. أوف يا سلام يا سلام. خلاص لكن تو ابوي بسألك سؤال، مو غيرك في يوم وليلة انك خلنا نروح نرجع زوجتي؟ شوف ولي عمرو، الانسان الى متى يظل قلبه حجر؟ انا جلست مع نفسي ويا عمرو تصيح وين محتاج؟ تعرفني امك اني اتحسس من بالامور، خاصة اذا كنت سويت حاجة وندمت عليها. فكنا نرجع زوجتك الى البيت بعد صالح ونكون قلب واحد وما عنا غنى عنها، بتنور بيتنا وبتدخل السعادة مثل ما قلت. نبضي دقائق، نبضي مرة ناضي برجع لك نبضك. هيرجع ان شاء الله. ايه يلا ما شاء الله زي ما سويت ابوي خلى ربعنا. ما شاء الله. الجماعة يا عبد الله اليوم جايين باين الصبح وباين يسدوا المسألة ونصوني، وقالوا يا الشايب عبيد خلا اترابعنا بيت عبد الله وابغض ما عند الله الطلاق، وانت ما ماخذ شيء وانا ما ماخذ شيء حقيقه، الا جايين باين نرد الى الجماعه كما كانوا وعفى الله عما سلف. مو تقول انا ما عوك منه، هو عوك من الابو ما شاء ما يتدخل فيه، انت مو يدخلك ما بين اثنين، وهذا على فكره ترى ما اول مره. كم مرة صايرة وكم مرة راضيين وكم مرة متزاعلين، لين متى؟ وبعدين انت مو يدخلك بينهم، هذا ضرب الهبوب الهبة. أرجان تسمع مني انت هذا المسألة بوقتها، كل هذا الكلام صحيح، وترى هذا الشيطان يوقع ما بينهم حقيقة في الموضوع هذا يشبك. مو تقول انت باسمك عندك كلام؟ من كل الميكروفون الشايب عبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشيخ عبيد والأخ عبد الله وبالإضافة إلى ولدي عمر. شوف عبد الله، الإنسان تراه يغلط في النهاية والبيوت أسرار. طبعا هي ما أقول لك حال العصبية أوقات الإنسان يتخذ أي قرار. صحيح، يمكن عليه فاتورة، يمكن عنده مشاكل لا سمح الله، فيعق أي كلمة. هي البنت ما تقبلت من أبوها، أنا أبوها الثاني طبعا يعتبر من بعد أبوها عبد الله. بلاش. فأنا تهورت حقيقة، يعرف تهورت، ضغوطات كان عندي فقدت كلمة. هي الله يهديها ما قالت مسموح أبوي وهذا، لا اتخذت قرار وشلت شنطها وطلعت. أنا اليوم جاي مستضعف أنا وولدي إن نرجعها إلى بيتها معززة مكرمة زي الوردة. طيب تفضل أخ، أرجع أن تسمع مني، أنا باغنك تصير حال بنت، شاور البنت وبعدها أنت عصصت ولا شيء، بعدك أنت حاولها إنك تقنعها، وترى ما يلها غير بيت رجلها، طلعت فوق نزلت تحت، سير شوفها عبانها، سير شاور البنت وجاينكم. تمتع بعروض عطلة الفصول للسفر والسياحة بأفضل الأسعار لبرامج العمرة، والتي تشمل تذاكر الطيران الدولي، فنادق بالقرب من الحرم، الاستقبال والتوديع. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا عبر الانستغرام أو تواصلوا معنا عبر أحد الأرقام التالية. بشر عبد الله هترجع، لكن بشروط أن اتدخلت ما بينهم. انا عارضك اليوم هقول لك انها يلها بيت وحدها وغير ذي الحل ماشي عندها حالك. انت عباره اعتبر الموضوع هذا منتهي وصاير وتم، هذا ولدي وهذيك بنتي شاهد الله، وان اتدخل هذا في يوم من الايام مسائلهم انت مبراي منه،
معي الموضوع هنا. أنا وحدي هجيب هالبنت للبيت وهذا أنا أتصرف معه. عمرو، الرقاد توجه إلى عمك عبد الله وتعطاه 55 بوسة، وفي حالة في وقت عطاه 60. من عيوني أبوي وحاضر. سلمت عيونك يا ولدي. اسمح لي عمي، وإن شاء الله ما تكرر أوعدك وتقبلها. إن شاء الله تكون الأمور طيبة. البير فيتامين، المعكرونة تحلي البشرة، الفول فيتامين شين. سوي عمرك ما شايف اني عند البيت، خاطف طاير حضرتك.